لكن في ناس كتيرة جدا. موضوع شركة الكوك، أنا قدمت امبارح ما يثبت إن دي لعبة ومحاولة للبيع والضحك على الدقون، وبنطالب بتشكيل لجنة بقرار من سيادتك يا فندم، لأن ده دم مصر وتراب مصر، وإحنا عندنا ثقة فيك. حدش وقف مع البلد دي بقوة وإيمان بعد ثورة 30 يونيو وقبل ثورة 30 يونيو إلا سيادتك، جنبا إلى جنب مع المشير وأعضاء المجلس العسكري. دي مسألة منتهية، وأنا هفضل لآخر يوم في حياتي أقول هذا الكلام، وفي الخندق خلفك في كل مكان، دفاعا عن أمن هذا البلد واستقراره. ولدينا ثقة في نقائك وصفائك، وعارفين حجم الحروب اللي انت بتعانيها، انت بشر. لكن برضو يا فندم احنا محتاجين لما تبقى عندي شركة ناجحة انا بيعها ليه؟ ما انا ممكن اصلحها، حتى لو كان فيها اي حاجة، بس عندي المصلحة العليا. طيب انا عندي وزراء يا فندم، انا عندي وزراء. ما هو كامل وزير، فريق كامل وزير يا فندم، خد السكه الحديد وقع، خد شركات كتيره وقع، وقفت النهارده. اذا القضيه مش قضيه السياسات، القضيه قضيه الشخص اللي عايز ينفذ واللي بيقدم معلومات خاطئه. ما هو بصراحه اي حد يسمي جيشنا عسكر انا لا اثق فيه، وده سماهم عسكر، والكلام ده موجود. انا لو الكلام ده لو بقوله اي كلام يبقى روح بيتنا. هو انا اجيب وزير يقول القطاع العام ده فاشل ولازم نخلص منه؟ طب يا حكومه جايباه ليه؟ طب ما هو ليه وجهه نظر مسبقه. طب ما تشوفوا الصين عندها شركات قطاع عام قد ايه، ما شركه هواي حكوميه، شوفوا قلب الدنيا ازاي. زي ما قال الرئيس، الاداره ان شاء الله دخل القطاع الخاص في الاداره، امشي بس ما هدش. ما انا هديت الحديد والصلب وهديت القوميه الاسماء، في عملتوا فيها ايه؟ ده النائب طارق السيد بتاع اسكندريه مقدم طلب احاطه، بيقول انه الشركه القابضه للصناعات المعدنيه مش لاقيه لغايه دلوقتي بعض من عقود التمليك الخاصه بالارض بتاعت الحديد والصلب. لازم في الفتره القادمه نلتف، نحط ايدينا في ايدين بعض، وانا بقول كلام من قلبي. احنا قدام ازمه عالميه ليها انعكاساتها، ولسه هتبقى لها انعكاساتها، وعشان كده انا بطلب من السيد الرئيس انه يخرج ويصرحنا، والناس بتثق فيك، مش عايز حد تاني. واي حد يتصور او ينصح يقول يا فندم ما يعني ما فيش داعي البتاع ده، او ان احنا لو صرحنا الشعب تاني يوم هنلاقيه في الميادين، غير حقيقي. الشعب المصري وقف مع عبد الناصر في 67 لما صرحه وقال له الازمه والوضع وهنحارب وهنخش معارك، ودخلنا راس العش وانتصرنا فيها ودمرنا ايلات ووقفنا فيها، وبدأنا نلم نفسنا ونعيد بناء جيشنا واحنا بالكاد بنلاقي اللقمه. انا فاكر واحنا صغيرين كنا بناكل الشلوله ملقيه وشويه ملح واديله عشان بلدنا، عشان كل مواطن مصري ده فاهم كويس قوي وعارف كويس قوي. سيبنا عن الحروب الفيسبوك والافاقين وبتوع الشعارات الكذابين الوقت الازمات بنلاقيهم يجروا هنا على الاخوان، يجروا هنا، وفي الاخر نحن المعارضه الشريفه. المعارضه هي الدفاع عن البلد، ويقول ده خطا وده صح. اذا كنت عايز المعارضه الحقيقيه، معارضه وطنيه. وعشان كده بقول للحكومه كفايه، انت مش حاسه بالمواطن الغلبان، تعملي اجراءات ماشي اوكي وفي شغل ماشي ما حدش بيشكك، بس كل يوم الاسعار دي الاسعار دي الاسعار دي الاسعار دي الاسعار دي، الرسومات اللي هرت الناس في كل حته، الكهرباء ارمي مش عارف اعمل ايه يا فندم، صندوق النقد الدولي يذهب الى الجحيم. بس انا عندي الشعب المصري اهم، عندي احتواء الناس اهم، عندي نسيب الناس تتنفس وتتكلم زي ما حضرتك قلت اكتر مره، ودعيت للحوار الوطني لهذا الامر. دي العربيه يا فندم وهي ماشيه بيبقى لها شكمان تتنفس منه،
احنا بشر وشعب عظيم له تاريخ وله امجاد، وانا بقول الكلام ده من قلبي. اللي يزعل يزعل، ما يهمنيش، انا يهمني الشعب ده ويهمني البلد دي ويهمني القائد الوطني اللي انا مؤمن بيه. اللي انا بقول هذا الرجل يجب نلتف حواليه، ومش معنى ان انا بنتقد حكومه ولا وزير تاني يوم بقيت له دراعي. حتت اللي بتعمل نفسها مراكز قوه هنا ولا هنا ولا هنا، كفايه. البلد دي اللي باقيه، وانا بتكلم عشان اوقف اي مؤامره على الشعب المصري من هنا او من هنا، زي اي انسان اعلامي يقف خلف القياده السياسيه. احنا مطلوب ننقل للرئيس نبض الناس، اللي انا واثق ان في جهات وفي اجهزه بتعمل ده. انما ما اجيش اعمل احتقان. انا النهارده لما ابيع شركه هنا وشركه هنا وشركه هنا، ما انا بعمل احتقان. طب ايه رايكم في مجلس الوزراء الاخير؟ كان في شركه السيد وزير قطاع الاعمال خلاص بايعها، صفها خلاص، اظن اسمها الشركه العربيه الملح او حاجه زي، شركه فيها كذا دوله عربيه. السيد وزير النقل الفريق كامل وزير، انا اخدها اخدها واشيلها. معرفش مدى صحة الكلام ده، لكن يقدر ياخدها وينتشلها ويوقف على السيد الرئيس. أكتر من مرة حافظوا على الشركات من التصفية اللي خسرانة، دي حاجة تانية. لكن جاب وزيرة الصناعة أكتر مرة وجاب المسؤولين أكتر مرة وقال لهم الصناعة الوطنية عنوان مهم. يجوا بقى كل واحد يفسر ولا كل واحد ينقل كلام للتاني مش مظبوط، وندفع احنا الثمن وعمال مصر يدفعوا الثمن والشعب المصري يدفع الثمن. لا، المصانع دي بنيناها بدمنا من ايام جمال عبد الناصر رحمه الله عليه، دفعنا فيها ثمن جهد العمال وعرقهم ودمهم، وقوفهم قدام المكن يتحرقوا، كان في حديد وصلب ولا في كوك ولا في نص السيارات ولا 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 في شركات اسكندريه ولا في الغز والنسيج. الطبقة العمالية طول عمرها سند للدولة، الفلاح طول عمره سند للدولة، الطبقة المتوسطة طول عمرها سند للدولة، رجال أعمال وطنيين طول عمرهم سند للدولة، الصناعة الصناعة الوطنية طول عمرها سند للدولة. يا فندم تقعد مع كل حد عنده مشكلة دلوقتي، أخش في انتخابات عمالية لمصلحة مين؟ أشطف فلان وأجيب فلان وأعمل فلان وأعمل علان، مين اللي بيتدخل؟ وعلي أساس؟ ما كلهم وطنيين، لو اخوانجي ولا بتاع ده انت تطلع له قرار وتركنه على جنب، لو حد من الارهابيين ولا الناس اللي بتتآمر على الدوله ما عنديش مشكله، لكن ما ينفعش فلان مشطوب فلان كذا فلان كذا فلان كذا. طب ما انا برضه كده بولع الدنيا، هو انتوا هتفضلوا كلكم كده تولعوا الدنيا ليه؟ لمصلحه مين؟ لمصلحه مين؟ الرئيس قال اكتر من مره اعملوا انتخابات المحليات وما بتتعملش. احنا قاعدين بلا محليات، مع انك انت كدولة الستين ألف واحد دول اللي هيبقوا موجودين هيبقوا سند ليك.